راه يعني معاقب، نعم طرد في الاسبوع اللي فات. اذا هذا هو نظن دخلوا بالتشكيله الاساسيه، خاصه ترتيب بنفس النقاط، لكن مباراه متاخره. اتحاد العاصمه بمرتبة أحسن، منافسيك القادمين هما نجم مقرى ونصر حسين داي. والتشويق مشاهدينا الكرام مثل ما عودنا، الناديين الكبيرين على مر التاريخ، أداء كبير وأهداف كثيرة. عود بعد دقيقة الصمت مشاهدينا الكرام. فعلا كانت دقيقة صمت إذن على ضحايا الحرائق، ضحايا حرائق الجزائر في الآونة الأخيرة. رحم الله شهداءنا الأبرار. ضربة الانطلاقة تعطى اللحظة مشاهدينا الكرام، وإلى أجواء المحترف الأول هنا أمير سعيود وإمكانية الانطلاق لفريق الشباب وتغطية دفاعية مميزة لدفاع المولودية. على الجهة اليسرى بالقدم اليسرى، توزيعة خطيرة مرت لمغادرة شباب الوزداد، يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء. جول 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 لهذا الديربي في وقت الحديث عن مغادرة سعيود والأخبار التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية. سعيود يجيب، نحن في الملعب، يرفع الكرة بحثا عن الرؤوس، كبدات في الاستقبال، في المتابعة يضع شباب الوزداد في المقدمة. جولات وجولات بحثا عن بالخير، وصلته الكرة بالخطأ. أمير سعيود يسيطر على الكرة، يتقدم سعيود يحاول التمرير ولكنها استخلصت، بينما هذا خلف الله، مساحة موجودة لخلف الله يحاول التسديد، ولكن التفطن كان موجود من قبل دفاع المولودية وتبادل كروي. فرصة كبيرة، جول جول. الشباب يضيف الثاني بواسطة خلف الله الذي لم يكن رحيما بالحارس شعال في المحاولة الماضية. ثنائية للشباب لا شيء للمولودية كبيرة، مثل ما نتابع لجماهير شباب الوزداد خارج ملعب عشرينوت من العمارات، وخارج أيضا أسوار ملعب عشرينوت. الاحتفال بالتقدم لحد الآن بهدفين دون مقابل. يلعب الشباب، دخل أجواء المباراة بدون مقدمات. هذا بالخير، يمر بالخير، فرصة كبيرة وركلة جزاء. الجزاء الخطير السريع المهاري المبدع بالخير هنا فعل كل شيء وراوغ بشكل ممتاز مروان الذي وقع في المحظور. آخر زكريا دراوي، ضيعها دراوي، رهيبة في موسم مئوي، وهنا الفرصة متاحة للشباب، خطيرة داخل منطقة الجزاء. ماذا أنقض شعال؟ ما هي المحاولة الماضية لأمير سعيود، راوغ بشكل رائع. على الجهة اليسرى عبد الرحمن حشود، والتوزيعة داخل منطقة الجزاء، فرصة كبيرة لعناصر المولودية. إلى بالخير، مساحات كبيرة في دفاع مولودية الجزائر، والتوزيعة حاضرة بالرأس، حاضرة ولكن في أحضان الحارس فريد شعال. من الغيز يرحل ثم يعود، الأمور أثرت بالشكل أو بآخر، بينما الفرصة والتسديدة حاضرة قوية. مساحة وينطلق تبادل كروي، فرصة كبيرة وتسديدة رائعة. بحث عن راسية، يبحث عن زميل داخل منطقة الجزاء، متابعة بالرأس، بوشار خطيرة، ماذا ضيع بوشار؟ جات اليسرى، يمر بالخير، يعثر على المعالم وعلى المساحة، والتسديدة حاضرة. سعيود من جديد يبحث عن المساحة، سعيود بجانبه دراوي، وبالخير بشكل رائع مرر إلى خلف الله، استقبال رائع داخل منطقة الجزاء خلف الله بحوزته الكرة. العودة من جديد إلى بالخير، واحد على واحد مع حشود، بالخير التحضير، سعيود قوية ولكن دفاع مولودية الجزائر في المكان المناسب. كل التوفيق والسداد لفريق شباب الوزداد في المنافسة القارية، وكرة خطيرة، ماذا ضيعت يا أمير سعيود، التي كانت حاضرة للاعب بالخير. وسعيود هنا، وفرصة وإمكانية للثالث، أمير ماذا ضيعت يا أمير. تبادل كرة بين دراوي وبالخير، كل مكان هذا بالخير، ما شاء الله تبارك الرحمن، بالخير مستقبل واعد الآن. التمرير مميز باتجاه خلف الله داخل منطقة الجزاء، واحد على واحد خلف الله، يمر خلف الله، هل سيسدد؟ يموه ثم ينتظر، يحضر، وتسديدة تأتي بعيدة. دقيقة تشير إلى دقيقة 62، الموعد معروف والعادة لا تتغير هنا بملعب 20 على مستوى العمارة المقابلة. جماهير شباب الوزداد تحتفل
بإذن الله. النادي ورصية حاضرة هنا من قبل شمس الدين الساخ. هذا النادي العريق شباب الوزداد سنة 1962. كداد بينما هنا فرصة للمولودية خطيرة، المحاولة الماضية. يقول اعذروني لم أرى شيئا ولم أشاهد أحد الزملاء بجواري وأمامي في المحاولة الماضية، كنت أشاهد الخشبات الثلاث فسددت. يقع في المحظور، هذا أمير سعيود في منتصف دفاع مولودية الجزائر. تحولت الكرة على الجهة اليسرى والتوزيعة تأتي من زكريا الدراوي. كرة إلى إيسو داخل منطقة الجزاء، التوزيعة تأتي من إيسو، كرسة خطيرة للمولودية. بعد المحاولة الماضية سعيود فرصة داخل منطقة الجزاء، كرة خطيرة لفائدة شباب الوزداد وشعال مرة أخرى. وهكذا يتابع المشاهد الوفي معشوقته المتيم بها من أعالي الملعب الذي يجب دائما أن نعطيها الأفضلية وأن نجعله أيضا يعبر عن رأي. سعيود عادت إلى مختار، مختار إلى سعيود من جديد، المساحة وجدت داخل منطقة الجزاء، قوية من سعيود. يبحث عن الزملاء في المحاولة الماضية، بالخيثر والتسديدة قوية مرت مع مختار بالخيثر. التوزيع باتجاه كوكبو داخل منطقة الجزاء، فرصة كبيرة لفائدة الشباب، لا زالت خطيرة، ماذا ضيع الشباب. التسديدة حاضرة مرة أخرى، ثلاث محاولات في فرصة واحدة، وشعال مرة أخرى ينقذ المولودية من هدف محقق بل من أهداف زمن هذا الشوط الثاني. التحضير بشكل رائع، لعبت بذكاء كبير ولكنها مرت. مصر المولودية تعرف بأنها خسرت المباراة، تحاول على الأقل تدليل الفارق، لكن الحكم يسبق الجميع بن براهم ويعلن عن نهاية المباراة بفوز في بالغ الأهمية لشباب الوزداد على حساب مولودية الجزائر، يقرب الشباب من تحقيق اللقب الثامن والثاني تواليا. مشاهدينا الكرام، تقبلوا تحياتي، كان معكم وأبيكم وليد فرحاني على أمل اللقاء بكم.